مستمعينا لفقرة ابن الجالية، وضيفي لهذا اليوم سيكون الفنان المبدع والمتألق جورج عبور، وهو موجود معنا على الهواء مباشرة. صباح الخير جورج. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك. كيفك؟ شو أخبارك؟ بخير الله. صباحك إليك. يسعد صباحك إليك ولأسرة البرنامج 102.3 سينا راديو. ثانك يو كثير، وطبعا يسعد صباحك وكل ايامك، وارحب حضرتك في برنامج صباحكم سكري. اهلا وسهلا فيك. خلي لي اياكي. ربي يسلمك. طبعا سمعت لحضرتك اغنيات مختلفه من العتابه والدبكه واغاني هاد، او ايضا حتى اغاني باللهجه الانجليزيه، يعني باللغه الانجليزيه، يعني ما شاء الله مبدع بها جميعا. هذا التنوع ليس سهلا، فالذي يغني عتابة يصعب عليه أن يغني الستايل الغربي والعكس صحيح. كيف بتقدر أنه تتنقل بين هذه الأنواع من الغناء؟ يعني أنا بدياتي كانت نور، أول ما بلشت غني بلبنان يعني كانت ربيت بعائلة، أنا بي صوته حلو والعائلة كلنا نحن منحب الأغاني ومنحب الطرب ومنحب الفن. وأنا بأول بداياتي كنت كتير أعشق شيء اسمه أغاني كلاسيكية إنجليزي كتير، مثل فرانك سيناترا وإلفيس بريسلي، إنجلبرت، هالمغنين الكبار اللي أخذوا حقهم وعملوا نقل كتير كبير بالفن الغربي. فكانت بداياتي كتير أول ما بلشت غني إنجليزي، وغني لأنه ربينا على كل شيء، كل شيء فن أصيل ربينا عليه، وهذه يعني مثل ما عم تقولي منا الشغلة منا هيني، يعني الإنسان يقعد يغني ينقل بين أغاني عربية لأغاني إنجليزية، بس كتر خير الله عم نسابر قد ما فينا فيها إن شاء الله كل التوفيق. طيب أمتى بلشت تغني يعني فعليا على الساحة الفنية؟ على الساحة الفنية ما رح أحكي عن الأوضاع اللي ما سمحت لي أول شيء بظروف الحرب بلبنان، مثل ما بتعرف يعني أكيد طبعا. ما أخذت حقي مثل ما أنا بدي، كنت أحلم. كل إنسان عنده حلم، كل إنسان بحب يحقق حلمه. أنا شوي تأخر حلمي لح بلشت حققه فعليا على الساحة. بلشت تقريبا إذا بدك أكتف يعني فعال بلشت تقريبا قبل سنة على الأقل. هيدي بداياتي أول ما بلشت فعال مظبوط، بس أنا كنت يعني حب على طول موجود غني بحفلات خاصة، بأعراس للأهل، بأعداد أعمل ليالي أنا وصحابي، وهيدي أخباري، هيدي بداياتي الفنية بلشت من قبل سنة. طيب حضرتك تعاونت يعني مع ملحنين أو شعراء؟ أنا بصراحة هاللي عم حضره هلأ بلشت اتعامل، ما في شيء إلي بعد رصيد باسمي غير غنية أنا عملت ماي واي، رجعت عملت لها إعادة توزيع وكانت إعادة التوزيع بالفنان اسمه مشعل عبدالله عند السولو سينج ستيديو، هو اللي رجع عمل لها إعادة توزيع من أول وجديد وسجلناها، وكتير عم تاخد صدى هيدي للفنان فرانك سيناترا. ومن عم بخبري كمان انه في شيء عمل جديد اللي عم بشتغل عليه انا، اخذت كلمات من الشاعر الكبير جان عباد اللي تقريبا بدي تقولي متبنيني، يعني اعطاني كتير كلمات حلوه وقال لي مع كامل الصلاحيه لبس نفذ واعمل اغاني، وحاطت ايده بايدي كمان. بحب ارجع ذكر يعني الفنان والملحن مشعل عبد الله اللي عم يشتغل لي على غنية جديدة هي شبابكية للشباب كتير حلوة اسمها بوسي فرنجي. حلو. طيب بوسي فرنجي بدنا نترجمها للإنجليزي بتطلع فرنش كيل. أوكي. طيب يعني هيدا إكسكلوسيف، هاي الأخبار إكسكلوسيف على راديو سينا مزبوط؟ طبعا. واول ما نحن تقريبا هلا الكلمات مثل ما قلت لك جاهزه، الحن جاهز. انا بس عم بنطر شوي، بس نقفت وقت بعد عم نتريس شوي لسجل، وباذن الله اول ما بتنزل اكسكلوسيف لنور الكناني و 102.3 راديو سينا. ثانك يو. بيكون طبعا بيكون لنا الشرف انه نبث على راديو سينا، وثانك يو كثير يعني، وكل التوفيق
والنجاح. طيب خلينا هيك نسمع شيء بصوتك هلأ، نحن حضرنا وهي غنية يا حب اللي غاب، ونرجع مرة تانية نكمل اللقاء. من بعد لمين هل لمين هل لمين السهر بينحني، عودت الشروق لمين هل لمين لمين شمسك يا دني. من بعدك لمين هل لمين هل لمين السهر بينحني، عودت الشروق لمين هل لمين لمين شمسك يا دني. يا حبي يا غالي يا ساكن ببالي سواد الليالي. أو يسعد صوتك أكيد، يعني أداء أكثر من رائع. أخ جورج، طيب نحن عادة أنا يعني ما يمكن ما صارت معي بس مع الفنان كريم جابر بوجه له أحلى تحية، وحضرتك كمان لأنه فنان كتير رائع. أكيد طبعا، أنا يعني كتير سعيدة أنه أجريت معه لقاء. هو الوحيد اللي غنى اللايف على الهواء، وأنا بدي أطلب من حضرتك كمان تغنينا اللايف، لأنه أكيد بيختلف الصوت لما بيكون لايف عن التسجيل. أنا بهالمناسبة أول شيء طلبك على الرأس والعين، سلم رأسك. Thank you. كلك زوج. وفي شغلة أنا بحب وجه تحياتي لكل الأهالي والأصحاب والأصدقاء اللي موجودين هون بالوطن العربي بجميع أنحاء العالم، وأكيد خصوصا بلبنان اللي هني أهلي ناطرين وعم بيسمعوا، الوالد والوالد وإخواتي كلهم جميعا. خلي لك تحية، وبحب أقول لهم يسعد صباحكم وغنيلهم أقول لهم يسعد صباحك هالحلو يا القنة للدنيا صباح، روس الجبال تكحلوا بالنور وتنفض جناح، يسعد صباحك يا الحلو يا القنة للدنيا صباح، روس الجبال تكحلوا بالنور وتنفض جناح، بلبل حلو يا ما إلو صابر على جنون الرياح، عرم برجل بللو قطر الندي ترغل وصاح، عرم برجل بللو قطر الندي ترغل وصاح، لبنان يا وطن سما اسمك على شفافي على شفافي صلاة. أو يسعد صباحك ويسلم هالصوت، يعني عن جد بدي زقف لك يعني مش طبيعي. الله يسلمك ويسلم صوتك إن شاء الله. طب أنت رح تنزل على لبنان؟ إن شاء الله قريبا، أنا والعائلة بإذن الله لنشوف كيف فينا نحضر وننزل، لأنه كتير مشتاق لهم أنا ومشتاق للبنان، ومثل ما أنت مشتاقة لبلدك أكيد كمان. أكيد طبعا كلياتنا نحن منشتاق، نحن كتير منحب كندا هيدي بلدنا كمان، بس كمان منشتاق نحن لبلدنا الأم اللي نحن ربينا فيه، وهيدي غنية نحن ربينا عليها الله يرحم ترابه العملاق وليد
وديع الصافي اللي أطربنا طول عمرنا نحن منحبه والله يرحمه وإن شاء الله نحن كلياتنا لو نقدر نوصل لشغلة لنتف صغيرة من هاللي هو وصل بنكون نحن كثير نجحنا بحياتنا. أكيد طبعا. طيب حضرتك أكتر شيء مشتاق له بلبنان شو هو؟ مشتاق إذا بخبرك نتفع فيك هيك نتفع عن شغلة هايدي أنا أنا وحيد على 6 بنات ما شاء الله. تخيلي يعني تخيلي أنا وحيد على 6 بنات وإخواتي بلبنان فمشتاق لهم كتير مشتاق لإخواتي كلياتهم مشتاق لأولاد وولادهم ولأولادهم وللعائلة يعني ما في أحلى من العائلة هيدا اللي أنا مشتاق له بس كتر خير الله كمان في هون عائلة عندي كبيرة وانت كمان يعني انت ما انت بحسبك انا مثل اختي كمان ثانك يو بيكون لي الشرف ثانك يو كلك ذوق ان شاء الله ربي يجمعك فيهم باقرب وقت ممكن ويخليكم لبعض ان شاء الله وما يحرمكم من بعض تسلميلي طيب خلينا هلا شوي ننتقل هيك ليوم الفالنتاين وتحضيراتك سمعت انه في عندك حفل بيوم الفالنتاين مزبوط فعلا عندي فالنتاين بكره ان شاء الله بينعاد على الكل وضلك الايام نحب عندي سان بيتر فالنتاينز بارتي ومن خلالها أنا بحب أدعيك خصوصا Thank you وبحب أدعيك كل كنيستينا راديو تشرفونا على كنيسة مارغوتروس وتكونوا أنتم موجودين معنا ونعيد كلياتنا مع بعض أنا بكون إلي الشرف هيدي من المونسنيور إليز وين وأكيد من رئيس اللجنة جورج نعامي وبوجه لهم تحية هذا أكيد هن لهم الشرف إنه يقولوا لكم ويبصوا لكم هالمجلس ثانك يو أنا بوجه لهم أحلى تحية وبيكون إلنا الشرف نحن كمان إنه نكون موجودين بيناتكم ونحتفل معكم يا ريت يا ريت بيكون كثير ليلة بتكون زادت الحلا حلا بس تكونوا موجودين إن شاء الله رح نحاول إنه نكون موجودين على فكرة هيدي الحفلة رح تكون معي كمان الفنانة جاكلين فرانسيس اللي بحدم لها تحية كبيرة من خلال برنامجك ونحن كمان بنوجه لها أحلى تحية وفناننا المبدع جورج أبور شو بتحب تقول أخير شيء لكل المستمعين يلي عم يسمعوك هلا بحب أقول لهم أنه جورج جبور سنة 2014 كانت كتير مليئة بالنجاح لإلي وال2015 بإذن الله مبيني أنه في عم بشتغل كتير على حالي أنا وعم بشتغل كتير على التعامل بالكونكشنز قد ما فيه عندي حفلة بحب خبرهم كمان عندي حفلة بتورونتو بمارش 7 بالمازا جاردن إذا كمان بتحبوا تشرفونا بيكون إلي الشرف إنه تكونوا موجودين بالنهاية بحب أشكرك نور على الاستضافة على العكس أنا اللي بشكرك بحب أوجه لك تحياتي من القلب فعلا لإلك ولكل أسرة راديو سينا أنا بحب كمان وجه تحية وشكر لكل يلي وقفوا حدي من بمسيرتي الفنية وعم بيساهموا بنجاحي بذكر بحب خص بالذكر الميدل إيسترن انترتينمنت اللي هني عائلة حداد وبحب كمان أقول كنيسة ماربطرس كتير عطوني كتير 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 دعم بتشكرهم وطبعا خي وحبيبي جورج نعامي هاللي بوجه له تحيه هاللي هو واقف حدي واللي كتير من الاحباب والاصدقاء هاللي واقفين حدي وان شاء الله كل حفلات كمان انا بحب وجه انه مثل ما انا عندي حفله بكره والفالنتاين كمان بتمنى انه كل حفلات الموجوده بوينزر اللي بعرف في كتير منهم 4-5 حفلات موجودين كلها تكون ناجحه باذن الله مثل ما انا بحب لإلي بحب لغيري ان شاء الله اكيد طبعا وانا بحب كمان من خلال البرنامج وجه احلى تحيه لعائله حداد هن اصحابي واهلي كمان وانا بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا اليوم ببرنامج صباحكم سكر وعلى صوتك الرائع يعني عن جد اطربتنا وحليت نهارنا ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق وان شاء الله يا رب من نجاح لنجاح اكبر وأحلى إن شاء الله. Thank you كتير فناننا المبدع جورج أبور. Thank you. Thank you.